تواجدنا اليوم في ملتقى الصحة العالمي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وحدة رعاية وصحة الموظفين. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعتبر رائد في القطاع الصحي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن عالميا. إيجاد بيئة محفزة وملهمة للموظفين من أهداف الوحدة، وذلك عن طريق خلق برامج متعددة تشمل نواحي متعددة منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لخلق بيئة متوازنة للموظف من ناحية حياته الشخصية والمهنية وازدهارهم بإذن الله.